بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في أسبوع جديد من الماتش، وما أجملها من بداية لأسبوع جديد. الأهلي يسحق الترجي التونسي متأهلا للمرة رقم 14 في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. مرتين في نهائي دوري الأبطال في ظرف قد إيه؟ في ظرف 7 أشهر. الأهلي هذه المرة حتى يواجه فريقا أسهل مما واجهه في النسخة الماضية، فاتحا آمالا عريضة جدا لتتويج 10 في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا. فاز على الترجي ذهابا في تونس بهدف فسهل المهمة، واليوم انقض على الترجي من جديد وسجل ثلاثية ليتأهل بمجموع المباراتين 4-2 هنا في القاهرة في استاد الأهلي والسلام. مليون مبروك للأهلي، جماهير، إدارة، لاعبين ومدير فني ذكي. الأهلي يستطيع بذكاء استغلال أي ظرف. تقدم في الشوط الأول بهدف رائع سجله علي معلول ضرب الجزاء بعد مجهود جيد جدا من طاهر محمد طاهر، ثم ثلاثية في نهاية المباراة بيجهز بيها على الترجي التونسي. النسخة دي نهائيها مش زي النهائي اللي فات. الأهلي مش ضد الزمالك، الأهلي ضد كايزر تشيفز. في كل الأوقات في كل الحالات هو نهائي، بطولة، أهم بطولة على مستوى الأندية، وبالتالي ما ينفعش نقولها بشكل صريح كده المباراة سهلة. لا، نهائي دوري أبطال إفريقيا. على أي حال ربما شهر أو أقل قليلا، نص شهر بيفصلنا عن نهائي مرتقب. هذه المرة لن يكون في القاهرة بل سيكون بإذن الله هناك في المغرب، وإن شاء الله العشرة يا أهلي.